dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu surat dalam Al-Qur'an yang hanya terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang selalu membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dimasukkan ke dalam surga, yaitu surat Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan atau kekuasaan, selain menjadi penghalang dari siksa kubur dan siksa api neraka. Surah Al-Mulk juga dapat memberikan syafaat berupa pembelaan seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع
na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur alam ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.